شيل تي اف تمام ماينس ماينس شلون اسوي سيف يا الربع هذا سيف هات وات اوكي نيفر مايند نيفر مايند ليتس جست كومنتيت ذس جيم سو وي جوت احمد 64 ريكتر فيرسز ناموناكي ستيف او ات سيفد اوريدي اوكي اوكي سو احمد 64 ريلي جود بلاير هيز انسين اي جست هافنت سين هيم بلاي اوف لاين I've seen him play online and he was insane. Every time I see him play, he's fucking crazy. So, yeah, I don't know what's gonna happen. This is so weird, such a weird matchup. I know Steve wins somehow, somewhere, but I don't know how the matchup goes. So, yeah. First talk goes to Nomonaki. Takes the first talk. Camps. This matchup looks good for Richter. Yeah, it looks good for Richter. I was just about to say so. It looks really good for Richter. And we have a new commentary here with us. The best commentator in the world, the best player in the world, the bulkiest mother effer in the world. بسم الله الرحمن الرحيم معاكم ايسس كي المعتزل بس لينكن بيتهم انت تعال تشوف سحبت علي تشوف اوكي فاين زين سوري باك بس احمد از كلين برو احمد از سو كلين ماي والله ماي زين احمد سو كلين بس نامو از رانينج اواي وذ ذس اتس تو ستوكس تو 1 نايس This is the first time I come to UAE and Ahmed 64 is here يعني or I haven't seen him يعني if he was here بس and it was nice seeing him again in real life triple A back on the mic ما ادري والله تعال بتي ما يطقال يا ريال سحب عليك ها اي والله راح يدفع زين خليه يرجع اوكي بعلق لين ما يرجع يد تمام عندنا احلى كيرمورا في اللعبه حاليا اوه نايس يا سلام شوف صلعه نامو يا ريال قصه نامو شعره كنا ستيف نامو ليترلي كوسبلاينج از ستيف على شوي على احمد ايوه اوكي نامو ليترلي كوسبلاينج از ستيف هاز ذا هير ستايل داون By the way, be sure to check out the side stream, UAE Smashers 2. We got KJ vs. Snack. اي صح. اثنيناتهم عندهم قصة مارش. ايوه قصة مارش. شلون السكور؟ هات أيوة. 1-0 وينر ساميز. ات اوتو صح؟ لا. ات اوتو ابديت. اي اوكي. مو بلازم تقفص ولا شيء. انت كم طلعت في ديزرت نايتس؟ انا والله جبت التاسع. Unfortunately ضد منو خسرت؟ ضد ديفاين وتوكي اوه صح توكي لا توكي انت كنت فايز يا اخي تعرف لما يا بلاير يو هافنت بيتن ايفر ايه اخر شيء يو نيرز اخر شيء يو جيت تو كلوز توكي از انسين يعني انت الحين المفروض تلعب اظني ضد سبين في سايد ايفنت اوكي بس خليك قاعد ياسين يسولفون خليهم يخلصون سوالف بعدين ها بس زين. تشوف الحين كومبوات ستيف واحمد 64 ترى اي فيل لايك ذس ماتش اب از نوت تو باد يعني ترى ريكتر داز اوكي ان ذس ماتش اب سبيشلي كوز اوف هيز ويب يعني ات كان بريك اول ذا بلوكس
The only problem is I feel like his edge guards. I don't know what happens when he does the. Oh my god. زين عندنا السايد الستريم الثاني عندنا كي جي اظن بيلعب ضد علي لوزرز توب 8 هلا عندك سنوك انا اوه تشارجز اب ذا اب سماش ترى وات دو يو ثينك اباوت ذس ماتش اب يعني اي فيل لايك اتس نوت باد انا اول مره اشوف رختر من سنتين فير انف بس يعني ان برود دي لايت يعني هو دو يو سي شوف انا لا اشوفه صراحه اذا عندك شخصيه عندها رينج يعني شويه تنفعك ضد ستيف انك ما تلصق يعني ما في انك يعني بس ما تقول انه ما يخصبك انك تسوي له ابروتش صح صح بس تو بي فير والله يعني حتى البلوكس اذا يسويهم فير كلهم ينكسرون which is really good that سوى was take nice. This love smash thunder cats ما اعرف شو يسمونها nice one from هو يسوي يعني شو يسمونه الليدج بريشر حلو يعني صراحه اي هيز بريشرز انسين اند ذات فير تيكس ذا ستوك نبتة يسلك اذا لعب ضد نامو من قبل ولا لا نبتة اسبيكيت يس اي ديد اند اي لوست 3-2 اي ثينك اي لوست 3-2 ان هير ان ابو ظبي اوكي اوه كان بياكله فور سماش اوكي يلا نايس فور سماش بس البلوكس اوه فورد اير اخذت الستوك تو واحد هذا بيست اوف 5 صح وينر سيميز وينر السيميز بيست اوف 5 بنشوف الويزرز بعدهم ما بدوا جي وعلي بيلعبون بس وينهم ياسي يلعبون السايد ايفنت السايد ايفنت بعدهم يمكن المين ايفنت يلعبون على الستريم لا هذا سايد ايفنت المهم خلينا نرجع المباراه ولا لا بعدهم ما بدوا بعدهم شو بعد منو منو في الوزرز كيجي وعلي ومنو بعد ستار بوي عنا ستار بوي وسيكو وسوي في الوزرز هذي لصوب واحد بس أنا سوي ستار بوي مع بعض يعني في عندهم مباراة وعنا صوب الثاني اللي هو كيجي وعلي علي مختار الفايز من هاي اللي بيلعب ضد اس بي كي هي الفايز من هذي الاثنين بيلعب ضد اس بي كي في الوينرز فاينلز واو نايس كومبوز نايس كومبيرجن جرى الاجريسف اوبشن وصار حق الماين كارت نشوف ياخذ دمج احمد 64 بس نفس الوقت هالماتشب ما اعرف شو احمد 64 وين مسوي فيه اعتقد التلت مالته زينه ضد البلوك يعني رختر يقدر يسوي اشياء في الماتش اوه نايس باري وال شخصيات يعني ان جنرال الشخصيات اللي عنده رينج زين يعني يرون بيضربك وانت برا البلوك يعني تسوي زين ضد ستيف بس ما اعرف اذا اختار طاف كل شيء يعتبرونه واحد منهم ولا لا شوف ان احمد 64 يعني سيطر شويه على النيوترال بس مو بس يحصل الفينشنج بلو وهل هاي بتكون هي لا او زين ان نامو يتفا اوه البلوكس انقذوه اوه نايس بليسمنت بس بعد حي حين اعتقد يعني اي سيت اب اي ستري هيت بتروم تذبحه حتى لبي ايوه على 200 زين لو نقع عمره ما هو ما انتبه حق التي ان تي شوف ان احمد 64 مسوي زين في النيوترال بس ياخذ له نفس تريز مود لصالحه حاليا ولكن نايس سترينج اوف مود ابي ما عنده الستيل فما بيروم يسوي ماين كارت اوت بليتش
ياس يلعب. اوكي ابي اوت اوف شيل، ابي اوت اوف شيل. 64 مسوي وايد زين حاليا، بس ديد ايفن حاليا، بس ما عنده اي ريسورسز زينه. هل بتذبح؟ لا ما تذبح. نامو مو بقادر يحصل، يعني مو بقادر يتم في النيوترال الفترة انه يحصل ريسورسز، ولكن الحين حصل شوية ريسورسز وحصل الكل. الحين ستيف مع الليد شوية بيرتاح اكثر في الفارمينج. او لا دمج دمج دمج، معظم معظم الجيم اللي شفناه لين الحين ان نامو برا هي برا على الستيج، ولكن ستيف من الشخصيات اللي يعني بانش جيم ماله زين وايد، يعني ما يحتاج يفوز النيوترال كل مرة، يحتاج يفوز النيوترال ست مرات بس. أوه أوه أوكي هل بياخذ له اختار بلين؟ يس أوكي أيوة. أوه هل بياكلها؟ يس كلها. أوه سبايك كان مختار من شخصيته اللي ما ترد تتريه وايد عشان زوم ماش، عشان ريكفري فيرتيكال ماله مو وايد، ف نفس تكميت سيتويشن، نفس التكنيك صح. زين اظني كي جي وعلي كي جي وعلي بيلعبون على سايد سايد ستريم. المهم كي جي وعلي على سايد ستريم نشوف. هل ما اعتقد في كاركتر تشينج من اي من هذيلا، ولكن اكيد بشوف شو اسمه ستريت تشينج. افدي دي زين حق اختر، ولكن ستيف حصل نايس ستاف، يعني نايس ماتريال نفس الوقت، ان الكامبينج حقه يكون في هذا الليد كان احسن. يا سلام باري باري، نشوف بدايه بطيئه ولكن هاي البدايه كان دوت. هذا مين يشجع؟ المهم لحظه اوف اوف كرا الاير دوج الحين احمد سيكو فور ما ضرب، وانا قلت هالشيء. اوه اوه اوكي نايس ريكفري. التك هناك كان بيذبحه. شو استوى اتراكشن غريب؟ كله دمج. نامو يالس بس وما بيموت، لا بس خذ له دمج زين، سوى ايفن حق البرسنت بس زين. اوه ما قدر يوصل يا اخي، ما تعب تسكر الباي. زين سويت انا المعلق الوحيد الحين، خلينا نلبس السماعه. نايس فور ثرو ذبحت، الفور ثرو ذبحت نايس. اهلا عندنا معلق جديد، تفضل تفضل قلهم شيء انت يعني شيء، عرف عن نفسك او مو بلازم تعرف عن نفسك. قول لي نايس باكر ويانا ربعنا احمد. انتوا جايين يا احمد؟ لا شو اسمه ربع احمد. اوكي اصلا ما العب اسمه شنو، بس جاي ويا احمد. اوكي عندنا ايه. مشجع ومعلق نفس الوقت. مشجع مع ما يستوي ما يستوي بايس ما يستوي الحين اشوف سكور 2-1. اوه واحمد اذا فاز بيوصل للوينرز فاينلز، يعني بيلعب ضد سبي كي. بس انه لازم يفوز هالجيم وجيم زياده عشان يوصل هناك. 2-0 2-1 2-1. واتل اوكي ما شاء الله. اوه نايس 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 اب صراحه. مو تحس بيفوز؟ نعم مو تحس بيفوز؟ ما اعرف صراحه من يحس بيفوز، يعني من هو احس انه بيفوز. فيري كلوز فيري كلوز، بس انهم حاليا متعادلين في البرسنتج وفي الستوكس، ما تدري منو ممكن ان يفوز. اوه اوكي كومبو دامج
واو دامج من 0 ل 48 لا 41. ليش البراكت مو براضي يطلع؟ جالكسي كيف حالك؟ تقدر تحصل البراكت موجود يعني. لا تونا شايفين البراكت. تونا شايفين البراكت. توكم تشوفون البراكت. اوكي فرصته اوه كان بيب الاب سماش بس ما ركبت وياه. اوه كلوز. بس داون سماش. نايس سيت اب 2-2. جود جوب جود جوب. جيم 5 الحين. وصلنا جيم 5 2-2. اثنين الحين بتكون اخر جيم في المباراه هاي. الحين لازم تاي بريكر. مين سكرين اكيد في بريشر. اوكي اخر جيم نشوف انه كيف ياخذ نفس عميق مركز عدل تركيز هز رازه شوي عدل الكاب. زين اخر جيم في المباراه هاي نامو ضد احمد 64 2-2 على طول من بدايه اللعبه. نامو على اللج معلق هناك ابي اوت اوف شيلد. ابي The zoning on Victor. It's amazing. Nice for there. احمد سكتفو خذ الستوك الحين هو متقدم في المباراة. يحتاج ياخذ ستوكين زيادة عشان خلاص يفوز في الجيم. نشوف كيف ان احمد يعني يتفادى كل ضربات نامو بس يعني مقاوم. نامو with advantage. Stay bun. Stay the stage advantage. Yeah. Okay. Up smash. Nice. مسك الجمب من الليدج. The reset. اوه احمد trying to play it aggressive. Oh, the combo. قدر يرجع. Almost. Almost. خذ على يعني 46 دمج على السريع. يعني احمد مسوي شغل عدل مخلي نامو على الطرف على اللج يعني محبوس هناك. He's running out of resources. فورت سماش بس nice. خذ الستوك يحتاج ستوك واحد زيادة عشان يوصل الوينرز فاينلز. ستيف needs to restock on the resources. Yeah, he's getting them again. Trying to zone Richter out. أحمد with the high percentage. اوكي بريشر حلو صراحة يقرا انه هو وين يحاول يعني شو نام اوه الداون اخذت الستوك يعني يقرا انه متى نابغي نامو يبغى ينقز متى يبي يتم يمسك الشيلد يعني هالشيء وايد مساعدنا. اوكي دخل في الاب تلت اتس جود ات ريدنج جمبس ايه صح. ما لحقه هو جت دايموند. اوكي علج ما عنده جامب بس عنده قدر يوصل. اوه كلاله الدمج وايد صراحه. لا ما ونس تو فينيش ذس. باري احمد بلاينج وذ ذا ديستنس. هاي يا اخي او بس او نايس بس مات ليتس جو هيل الغلطة اللي نامو سواها انه بعد ما نزل سوى رول صوب الهولي